كابتن فتحي، هل الأندية اللي أعارت عدد من اللاعبين في الوقت دوت أو مش بتستخدمهم بالشكل الكافي في الفترات اللي فاتت عندها مشكلة بعد ما تألقوا مع منتخب مصر الأولمبي؟ لا يا بصي، دايما المدير الفني ما بيجي يمسك فرقة بيبقى عامل بلاننج النهارده المراكز اللي عنده ايه والاحتياجاته ايه وكل هذه الأمور. فإذا كانت هناك إعارات، الإعارات بتتم إن اللعيب بدل ما يفضل قاعد تمام. ما بيلعبش ما بيشاركش، طب ما انا النهارده هشتركه في دوري ممتاز، النهارده بياخد خبرات عاليه، النهارده بيخش منتخبات زي ما انت شايف، احمد ياسر، ريان، عمار حمدي، الناس كلها مصطفى محمد اصلا استوى كده بسبب الاعراض، احمد ياسر ريان من عندنا بالظبط، احمد ياسر وبيكر من عندنا، كل هذه الامور يعني مجموعه كبيره جدا من النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بيستثمر هذا الكلام ان بيودي الولاد، بيودي الشباب دول في انديه ممتاز، ومن خلال انديه الممتاز اللعيب بقى بيكتسب الخبرات. نادي الاهلي في ايش لو في احتياج لمركز من المراكز هيرجع هذا اللاعب. ما انا اعتقد هو ده سؤالي، ان هل ممكن تالق اللاعبين دولت اللي هم معظمهم معارين من الانديه او ممكن ما يكونوش بيشاركوا، يعني هم موجودين ولكن على الدكه لان في لاعبين اكثر خبره منهم او اكبر منهم سنا فواجدين الاماكن دي، مع عوده مع انتهاء البطوله هل هم الاجهزه الفنيه هيكون عندها شويه كده من وارد من المشكله وارد. مش عارفين يستثمروهم، وارد وخصوصا لما اللاعب يتالق. يعني انا مثلا ممكن يبقى النهارده احمد ياسر ريان والنهارده معار للجونه، ممكن استثمره النهارده، والنادي الاهلي في مركز راس الحربه ممكن استثمره في مركز راس الحربه، لان برده كان في نضج من احمد ياسر ريان الفتره اللي فاتت طبعا. ما شاء الله متالق سواء مع الجونه او سواء مع المنتخب الاولمبي، فممكن ليه لا، يعني وارد جدا النادي الاهلي يستثمر احمد ياسر ريان.